السلام عليكم ورحمة الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد وحول الصحابة يتدارسون الإسلام على يده صلى الله عليه وسلم، فأقبل رجل فوجد أمام النبي صلى الله عليه وسلم فرجة بين الناس في الصفوف الأول، فأقبل وتخطى الناس وجلس في الفرجة وفي الصف الأول، وأقبل رجل آخر ولقي في الصفوف الأول فرجة أخرى، ولكن استحيا من الناس فلم يتخطى الناس وجلس في الصفوف الآخرة، وأقبل رجل ثالث فرأى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وفيه صحابة الرسول حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف خارج المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ فأما الأول آوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه. وقال العلماء: من استحيا الله منه لم يعذبه أبدا، وأما الثالث انصرف فصرفه الله سبحانه وتعالى.